مشاهدينا للحديث أكثر عن التغييرات المناخية وتداعياتها على العراق ينضم معنا الناشط البيئة سيد أحمد نعمة. مرحبا بك معنا في نشرة الخلاصة. أبدأ معك من التقرير تصنيف اليونيسف في العراق أنه باحتلال المرتبة 61 من أصل 163 بلد تأثيره بالمناخ سواء كان بالمياه درجات الحرارة. أسألك أنه ما أسباب تأثر العراق بالتغييرات المناخية بهذا الشكل؟ السبب الاول او شنو نزيدنا على الاستضافه؟ طبعا السبب الاول مؤكدا هو تراكم اهمال مواكبه التغير المناخي منذ 50 عام. منذ 50 عام لم يتخذ العراق اجراءات لمواكبه التغير المناخي، التغير المناخي لا ياتي فجاه، ياتي ببطء شديد، ولكن على الدول مراعاه هذا التغير ومواكبته شيئا فشيئا، الا ان العراق للاسف لم يتخذ تلك الاجراءات. السبب الثاني والسبب يعني من الاسباب الرئيسيه جدا هو سوء إدارة ملف المياه بالعراق. العراق يمتلك سعة خزنية كبيرة، وأحيانا تأتي أمطار بشكل كافي ولكن لا نحسن استخدامها. علينا مغادرة مفاهيم الري السيحي ومفاهيم استهلاك المياه الغير مبررة، وأيضا بالتالي علينا إرسال رسائل اطمئنان إلى دول الجوار المتشاطئة معنا التي نستورد المياه من خلالها، تعبر من خلال حدودنا معها. علينا ارسال رسائل اطمئنان بان العراق لا يستهتر بالمياه ولا يهدر المياه بشكل غير مبرر، على اعتبار ان تلك البلدان ايضا تتعرض الى نوبات من الشح المائي وعليها تقاسم الضرر معنا وتقاسم المنفعه معنا. بالتالي لا يمكن لتلك الدول ان ترى العراق يهدر كل هذه الكميات وهي تبقى تضخ باتجاه كل هذه الكميات التي يطالب بها العراق. نعم سيد أحمد، يعني أنت ذكرت أنه 50 عام من الإهمال وأيضا عدم وجود إدارة صحيحة لملف المياه، كيف نعمل على الحد من التغيير المناخي؟ وأسألك أيضا أنه كيف ترى تعامل الجهات المعنية الحكومية وحتى المنظمات مع هذا الملف في العراق؟ يعني قد تكون هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة التي تعاملت مع الملف كملف سيادي وكملف ضاغط على الحكومة، على اعتبار أنه في الحكومات الماضية لم يكن الملف ملفا ضاغطا، بالتالي لم تتعامل معه الحكومة بشكل جدي. هذه الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، منها التحول الجذري إلى مفاهيم الري السيحي، عفوا مفاهيم الري بالتنقيط والرش والمحوري وما إلى ذلك، واستغلال المياه الجوفية بنسبة معينة، وتحلية مياه البحر في مشروع البصرة، وأيضا مشروع ماء البصرة الكبير الذي يعني يقي جماهير البصرة من الضرر من تلوث الماء، وأيضا يعني تخصيص 300 مليون دولار لشراء مرشات بموازنة 2024، وأيضا اتفاق السيد السوداني مع تركيا على اطلاقات مائيه لمده 40 يوم، ثم دعوه السيد اردوغان الى زياره العراق والاتفاقيه على 10 سنوات قادمه. كل هذه هي من شانها الحد من التدهور المائي والحد من ايقاف نزيف المياه باتجاه البحر، وايضا الحد من التغيير الديموغرافي وانتقال القبائل نتيجه القرى نتيجه الشح المائي، وايضا الحيلولة دون حدوث نزاعات عشائرية على الحصص المائية. طيب يعني هذه المعطيات التي تحدثت عنها هي إيجابية، لكن متى من الممكن أن نرى نتائجها؟ يعني بصراحة اليونيسف في كل سنة تتحدث أنه هناك انهيار مناخي بالنسبة للعراق، وأنت سمعت التقرير، يعني هناك تقريبا 100,000 شخص ينزح يعني تقريبا بسبب تأثيرات المناخ. نعم يعني لا أشكك بما يقولون، ولكن الأرقام ليست كما تذكر، الأرقام مبالغ بها، وعلينا أن لا نكون أذن صاغية لما تقوله المنظمات الدولية. المنظمات الدولية ليست دوما هي على حق، وليست دوما هي قريبة وهي المجس الأخير لما يحدث حقيقة. حقيقة ما يحدث قد يكون مغاير بعض الشيء بالأرقام والقياسات عما يهولونه بالإعلام تجاه ما يحدث، ولكن على ارض الواقع ما اضرب لك مثالا سيدتي، في كربلاء العام الماضي كانت الزراعه 85,000 دونم بحصه مائيه كبيره جدا، هذا العام تحولت الى 200,000 دونم، اي اكثر من ضعف، وباستهلاك مائي اقل من ربع ما كانت تستهلكه بالعام الماضي. هذا التحول نتيجه الحكومه اعطت 266 مرشه محوريه الى كربلاء، بالتالي هذا تحول جيد فيما لو
استمرت الحكومه بهذا باتجاه المحافظات البقيه وهي جاده بهذا العمل، سنصل الى نوعا ما الى بر الامان. الاتفاقيه مع تركيا ستصلنا الى بر الامان، يعني لعشر سنوات قادمه سنشعر بذلك. لابد من وجود حوافز لدول الجوار لاستهلاك المياه، لابد من وجود تقاسم للضرر وايضا تقاسم للمنفعه. لا يمكن للعراق ان يستفيد من المياه دون ان يعطي فوائد بالمقابل، كثبات تجاري، كحفظ امن، كاستثمارات داخليه. هذا معمول به في كل العالم. الحكومه هذه الحاليه الوحيده قد تكون هي من تعاملت مع ملف المياه تعاملا جديا. نعم. طيب العراق يشهد موجه مطريه ربما تستمر الى 3 ايام او اكثر. كيف هل يعني برايك انه هل من الممكن ان تسهم او ان تغير شيء في الواقع المناخي في العراق؟ ليست هذه المطره بل المطرات السابقه ايضا ساهمت بشكل يعني مريح لزياده الخزين الاستراتيجي العراقي، على اعتبار ان الخزين تدهور بشكل مرعب. واذكر كلمه مرعب لانها بمعنى الكلمه للخبراء والناشطين والمعنيين بهذا الشأن، يعني يتحسسون كلمة 5.5 مليار من أصل 100 مليار ساعة خزنية. ماذا تعني؟ تعني أننا على أعتاب صيف قاسي وقاسم للظهر. ما تم يعني الحصول عليه من حصاده من أمطار بالمطرات السابقة، وهذه الأمطار زيدت الخزين العراقي وأوصلتنا إلى نوع ما من الاطمئنان وإن كان جزئي على الصيف القادم. على اعتبار الريات اللي مضت حصلنا عليها نتيجه الامطار ولم نستنزف من الخزين الاستراتيجي شيء كثير، وما سقط من الامطار في وسط وجنوب العراق ذهبت باتجاه الانهار وايضا غذت الاهوار بشكل كامل، وليس كامل ولكن جزئي ولكن بشكل مريح. الاهوار في جنوب العراق جفت بشكل 100% في اهوار الناصريه والبصره، عفوا العماره والبصره، الا ان الناصريه كانت جفافها تقريبا 80 الى 75%. الآن الأهوار عادت في 3 محافظات، وهذه المياه التي نزلت وسط وجنوب العراق ذهبت إلى الأنهار والأهوار، بالتالي لم نستنزف خزينا استراتيجيا من دوكان ودربندي خان وسامر وحديث وكبدار وغيره. إذا انضم معنا السيد أحمد صالح نعمة الناشط البيئي، شكرا لك لانضمامك معنا وشكرا لك على هذه الإيجابية.